وتعلم أن بعض المحدثين، وهذا ما جنح إليه الهيثمي في مجمع الزوائد، والهيثمي تبعه في مثل هذا في بعض الأحيان تلميذه ابن حجر في الفتح، لكن السمة الغالبة هي عند الهيثمي عند شيخه. يقول: رواته ثقات، إذا ذكر الحديث قال رواته ثقات، أو قال رجاله رجال الصحيح، أو يقول رجاله رجال الصحيح ما عدا فلانا فهو ثقة، أو يقول رواته ثقات ما عدا فلانا فإنه ضعيف، أو رجاله رجال الصحيح ما عدا فلانا فإنه ضعيف. ويندر أو يقل أن يقول رحمه الله هذا الحديث حسن أو هذا الحديث صحيح. هو يذكر هذا، لكن بالنسبة إلى هذه المصطلحات التحسين والتصحيح عنده قليل،